معي عبر الهاتف للمتابعة الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة. دكتور، بعد التحية، إذا يمكن أن تبسط لنا كيف يمكن أن تساهم الأقمار الاصطناعية في رصد التغيرات المناخية والتنبؤ بها؟ هذا الأمر تمت مناقشته على مدار جلسات اليوم في يوم التكيف والزراعة وأيضا في جلسات سابقة. طبعا الأقمار الصناعية خاصة الرادارية منها وبرضه في اقمار اخرى زي موديس ونوا بتتعرف على ظروف الطقس الموجوده قبل وقوع اي كارثه بحوالي 3 أو 4 أيام، فطبعا دورها عظيم جدا. يعني بس انا لازم اشيد بحاجه، ان قيام مصر بادخال بند الخسائر والاضرار ضمن بنود المؤتمر الثاني، دي اول مره تحصل. ولكن في حاجه قلقتني بشكل كبير على فكره، النهارده في اللي هو رئيس مكتب الامم المتحده للشؤون الانسانيه اللي هو مارتن جريفيث، او امبارح بالظبط، قال ان المؤتمر او كوب 27 فرصه للتعرف على الدول المحتاجه او الدول الاكثر احتياجا للدعم، ولازم ندرس هذا الموضوع. الكلام ده طبعا مش مظبوط على الاطلاق، لان الامم المتحده بما لها من مؤسسات ووكالات ومكاتب تعي كل شيء وكل كبيره وصغيره من الدول المتضرره. تقصد ان الدول المتضرره معروفه مسبقا؟ ايوه بالظبط كده، طبعا طبعا معروفه، وبالتالي لازم يبقى في ضغط. انا حاسس ان في ضغط على الامين العام اللي كل شويه يقول ان احنا يا نعمل سويا يا اما في انتحار جماعي. لازم هو طبعا عارف مين الدول المتضرره بشكل كبير جدا. النهارده انا شايف ان الدول الكبرى لازم الضغط عليها، والمسيرات اللي بتحصل فيه ممتازه لازم الضغط عليها اكثر من كده، لانهم عارفين كل شيء ولكن بيتعاملوا بالقطعه. يعني النهارده شولتز عن المانيا، مستشار المانيا، يقول ان انا هرفع الدعم من 1 مليار إلى 2 مليار عشان نحافظ على غابات الكونغو او الغابات الامازون. هم بيتعاملوا بالقطعه ولكن ما بيتعاملوش على اساس الاضرار والخسائر، وده شيء خطير جدا. وبالتالي لازم يبقى في ضغط كبير جدا على اكبر دولتين اللي هم امريكا والصين، لازم في ضغط عليهم كبير جدا بجانب الاتحاد الاوروبي لتنفيذ وعودها. وعلى فكره لو صرف حتى ال 100 مليار دولار سنويا ليس كافيا، ولكن احنا بنقول ايه، او شيء افضل من شيء. فلازم طبعا يبقى في ضغط اكبر من كده، خاصه ان انا يعني مصر عملت كل ما في وسعها. نعم. كل ما في وسعها انها اضافت بند الاضرار والخسائر، ما كانتش مضافه في اي بند، ولكن يجب التركيز عليه بشكل كبير جدا من جميع الدول الافريقيه، لان زي ما انا بقول الدول الافريقيه قنبله موقوته. الدول الافريقيه لو ما تعاملتش مع الغابات الموجوده اللي هي ثاني غابات في العالم بعد الامازون اللي هي بتاعت الكونغو، ممكن تبتدي تعمل كليرنج الفورست او ازاله الغابات ويزرعوا. احنا بنقول لا، احنا عايزين نعمل حاجه اسمها الزراعه الحرجيه. الزراعه الحرجيه ان هو نزرع محاصيل وسط الغابات بحيث ان تستفاد من الظل بتاع الغابات، وبالتالي لا نؤثر على الغابات. ولكن اوروبا النهارده بتكيل بمكيالين للاسف، او الدول المتقدمه لازم تفهم هي المسؤوله عن هذه الاضرار والخسائر، ويجب تعويض الدول الناميه وخاصه الافريقيه بشكل كبير ودعم واضح. ويقول مش يعني 100 مليار لو قابلنا بيها يبقى احنا ناس كرماء قوي يعني، لكن نعم. هي قليله، لان النهارده العالم النامي او الدول الناميه محتاجه 1.3 تريليون، يعني اكثر من كده 13 مره، ومع ذلك الى الان لم يقر صراحه ال 100 مليار دولار، وهي الشيء البسيط اللي انا بقوله هو شيء بسيط. فاذا مزيدا من الضغط، وانا انبسطت قوي ان في مسيرات موجوده في المنطقه الزرقاء، ولازم في ضغط اكتر من كده، خاصه ان الدول الاوروبيه النهارده اتحطت في وضع حرج، وامريكا والصين، حتى مندوب الصين ما بيتكلمش بلغه التعويض المباشر، بيقول احنا هنساعد ولكن لسه اللهجه ضعيفه، وبالتالي لازم نزود قوتنا ونزود ضغطنا على الدول الكبرى او الصناعيه الكبرى. نعم. حتى يعني تعطي شيء من 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 يعني شيء بسيط، خاصه عندهم حاجه اسمها ضريبه الكربون. ضريبه الكربون ديت اللي هي بتعوض المتاثر في بلادها، للاسف هي المفروض الدول الاثنيه بقى تعوض المتاثر عن استخدام الكربون، عارفين الكربون، بمبالغ
ماليه على كل طن النهارده تعدى 80 يورو و80 لسبعه الدول، فلازم نضغط بشكل اكبر من كده. طيب الا ترى دكتور علاء ان هذه النقطه تحديدا تم ايصالها في المؤتمر بشكل واضح على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، واليوم ايضا على لسان وزير الخارجيه سامح شكري، ان افريقيا هي متسببه فقط في 4% من الانبعاثات الضاره، ومع ذلك هي المتضرر الاكبر جراء الانبعاثات، وانها بحاجه الى التمويل تحت بند الخسائر والاضرار الذي تفضلت بذكره، ويعني كونه يضاف الى كوب 27 هو يعتبر يعني انجاز يحسب للقمه هذه المره. فعلا ده حقيقي سيد الرئيس، يعني يكفي ان احنا دخلنا هذا البند ما دخلش قبل كده، ويكفي الضغط، ويكفي انه بيتحدث باسم افريقيا، والسيد سامح شكري نفس الشيء، ولكن النهارده للاسف الشديد الدول الاخرى كل واحد بيطالب يقول انا عايز، يعني جنوب افريقيا تقول انا عايزه 100 مليار، والدول الثانيه تقول عايزه كذا، عايزين نقف وقفه مع بعض بحيث نوصل صوتنا بقوه شديده جدا للعالم المتسبب في 80% من الثغرات البلديه، خاصه ان مصر ليها ضغط كبير جدا، والنهارده الدول الافريقيه، ولكن انا عايزهم يقفوا مع بعض اكثر ويبقى يتكلموا بصوت واحد، والسيد الرئيس قبل كده تحدث بصوت افريقيا سنه 15 وسنه 16 وبرضه مجموعه 77 والصين، فلازم يبقى في وقفه قويه ومن جميع الدول، وهتاخدها مصر ان شاء الله. هذا بند يعني واضح جدا، او هذا ما تطرحه دكتور علاء، اذا ما بدانا عن الخطوات التي يعني بدات في اتخاذها كل دوله على حده، ولنبدا بمصر، الخطوات التي اتخذتها مصر في هذا الاطار كيف تراها للتحول نحو الهيدروجين الاخضر الذي ينظر اليه على انه كلمه السر في يعني الطاقه النظيفه، ايضا محاولات استخدام التكنولوجيا الاستخدام الامثل للتنبؤ بالكوارث المناخيه قبل حدوثها. ده حقيقي، يعني مصر النهارده يمكن اول دوله في المنطقه النهارده وما قالت هنعمل الهيدروجين الاخضر مع رئيس وزراء النرويج، وفعلا تم توقيع في منطقه السخنه 360، وده شيء عظيم جدا. وبرده مصر عملت شراكه مع الامارات بحيث ان هي تنتج ان شاء الله كهرباء من الرياح 10 جيجا وات، وعملت برضه شراكه مع السعوديه، وحصلت على دعم من امريكا نظرا لقوه مصر المنطقه وانها مؤثره اللي هي 500 مليار دولار، ومن المانيا ومن دول اخرى. ولكن انا عايز فعلا الدول الافريقيه تعوض اكثر من ذلك، ومصر تعوض اكثر من ذلك، لان مصر برضه من الدول المتضرره من منسوب ازدياد منسوب سطح البحر والثغرات البلاخيه اللي اثرت على الميه واثرت على الزراعه بشكل كبير واثرت على التنوع الحيوي، والعالم كله لازم يفهم ان النهارده الثروه الحيوان الثروه السمكيه وفي المحيطات تاثرت بشكل كبير جدا، ولازم يظهروا هذا الكلام. النهارده المحيطات نسبه الحموضه فيها زاد بشكل كبير لدرجه انها اثرت على الثروه السمكيه في كل دول العالم على فكره، وحتى عندنا على المانجروف وعلى الكرة الريف او الشعاب المرجانيه، وطبعا ارتفاع سوق سطح البحر وغرق بعض الاجزاء من الدلتا. لازم الكلام ده يظهر. مصر طبعا من اكثر البلاد الافريقيه المتضرره، وفي دول افريقيه اخرى متضرره بشكل كبير، ولازم نجعل كافريقيا بقى موضوع الغابات ضغط، موضوع غابات الكونغو ضغط كبير على الدول المتقدمه، لان الدول المتقدمه النهارده اتكلمت هرفع المانيا هرفع من مليار دعم الى 2 مليار على الغابات، لانهم عارفين ان الغابات لو اتدمرت هتأثر على العالم كله، والغابات لو اتدمرت نفس اوروبا وامريكا والصين واكثر البلاد المتقدمه والمتسببه عن الانبعاثات الحراريه هتتأثر بشكل كبير جدا، وبالتالي زي ما قلت لحضرتك هم بيتعاملوا بالقطعه، عايزين نعمل دي، عايزين نعمل دي، حاجات ثنائيه فقط، لا لازم يكون وقفه اكبر من كده بالاتحاد الافريقي وطبعا بقياده مصر. نعم. ان شاء الله تعالى هنقدر نأثر، وفعلا هنقدر نفرض على الدول المتقدمه صرف ال 100 مليار دولار سنويا، ودي نسبه قلت حضرتك بسيطه على الاقل دلوقتي، ولكن نعم. فعلا من خلال الوقفه في الاتحاد الافريقي وجميع الدول الافريقيه بقياده مصر ان شاء الله. اشكرك دكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الاقليمي لعلوم الفضاء بالامم المتحده.